كابتن اسامه مبروك التاهل، وزي ما قال الكابتن علاء اللي جاي اصعب، وخصوصا احنا كنا في دوري مجموعات كويس. الوضع الطبيعي ان انت تبقى متصدر، ما تصدرناش انما دخلنا تاني الحمد لله رب العالمين. الفتره اللي جايه هنلعب على في دور الثمانيه على الخروج، يعني هما ماتشين، ماتش ذهاب وماتش اياب، فالمهمه هتبقى اصعب. فانت مطالب بتغيير الشكل، وان الاصرار والعزيمه والروح بتاعه لعيبه النادي الاهلي تظهر من البدايه. ما فيش شك في كده، يعني كابتن شريف وعلاء لخصوا المواضيع، كل الناس شايفه انه انا شايف في مكسبين النهارده، ان احنا بالحاله دي وطلعنا نتيجه متعادلين، وعوده وليد سليمان. لان وليد سليمان من العناصر الثقيله في ادائها، عنده خبره، مهما يلعب من وقت قليل بتحس فيه تقل في ادائه. طبعا ده اول ماتش بعد فتره طويله ليه، فكويس انه هيبقى موجود ان شاء الله الفترات الجايه مع فرقه النادي الاهلي، حتى لو على سبيل البديل يعني. لانه عنصر مهم جدا في 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 اتزان اداء لعيبه النادي الاهلي، لانه احنا عندنا عدد الخبرات الكبيره مش موجود كتير قوي، فوليد واحد منهم، فدي مكسب. والمكسب التاني ان انت بالحاله دي طلعت متعادل، لان هو الشكل العام في المباراه انك انت كانت ممكن النتيجه تروح لشكل تاني خالص. يعني سواء ضربه الجزاء اللي ضاعت او انفرادين ثلاثه والنتيجه 2-0 بسهوله جدا يجوا اهداف، كانت ممكن يخرج الشكل وحش قوي. اعتقد ضربه الجزاء الضايعه ديت كانت علامه فارقه في تغيير نتيجه المباراه. طبعا طبعا، ولكن ومع ذلك اضاعتهم لضربه الجزاء برضو ضيعوا. ما انا لسه بقى غير ضربه الجزاء، ضيعوا اكتر من انفراد سهل جدا تصدى احيانا الشناوي باقتدار، او يعني عدم توفيق، في رعونه في رعونه احيانا، وفي عدم توفيق في حاجات. فكانت ممكن النتيجه تبقى 3-0، كانت تبقى الامور صعبه جدا وممكن تفتح منك. فالحمد لله ان احنا بالحاله دي وتعادلنا، وزي ما قلت لك المكسب الثاني هو عوده وليد.